سيدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم تحياتي لكم. اليوم كثر جدل حول هذه الخلية هذه. هذه الخلية هذه كثر، كي قلت لكم كثر الجدل. بعض الأشخاص قالك نظام أبو سلمان. نظام أبو سلمان معروف، معروف على الصعيد الدولي. ما تجيش شي واحد يقولك لو نظام أبو سلمان، لا، نظام أبو سلمان معروف. نظام أبو سلمان كيخدم بالخليات الطولية، خليات طولية وكيدير لها فتحة في الجنب، والخلية تا هي نظام تقليدي ديال النحل، والخلية كتكون خدامة. هداك راه كنعتبرونا صديق في الخليج، راه تبارك الله راه عنده تقريبا يفوق 70,000 مشترك. راه شخصية مهمة يقام لها ويقعد. يجي شخص يقولك هذا هو نظام أبو سلمان، يشبه نظام أبو سلمان. كانت أنا خالية عادية، ما قمت علي، ما قمت بأي إلا هذه الفتحة هذه. هذا هو التغيير ديالي أنا، إلا هذه الفتحة. كان مدخل الخالية من هنا، رديت أنا من هنا. شوفوا النحل دابا، راه تقريبا 7 مساء والنحل مازال. هانتوما الدبابير كتحاول باش تقتاح من المنحل تدخل، ولكن لا. بعض الاشخاص قالك انت سبت هذا النظام لي. لا، نظام ماشي، نظام تقليدي، قلت لكم نظام تقليدي ديال النحل. هاكا كانوا عندي خاليات تقليديات ديال القصب، كندير لها فتحة في الوسط، والخلية كتطور بسرعة خصوصا في فصل الصيف والربيع. هذه خلية ديال 10 إطارات، 10 إطارات دورتها، وانتم كيف كتشوفوا أمور غادة على أحسن ما يرام. بعض الأشخاص في الشرق الأوسط، بعض الأشخاص في الشرق الأوسط كيقولوا لي ما كنفهموش الدارجة المغربية. نحاول نتكلم لكم باللغة العربية كي تفهموا ماذا أقول. تحياتي لكم خصوصا في فلسطين الحبيبة. أنتم لاحظوا النحل، النحل كيرقص بالأجنحة. النحل ما شاء الله، هذا هو السبب نضت الضجة على هذه الخلية هذه. هذا الخلية قالك نظام أبو سلمان معروف، كي قلت لكم معروف الصعيد العربي، الصعيد الدولي. النظام ديالو مهم، ما نكرش أنا النظام ديالو. خلية طولية، ولكن أنا خلية طولية ما صدقليش هنا. علاش؟ خلية طولية كبيرة، وكون عندي أنا البرد في هذه المنطقة ما تصدقش. بعض المناطق في المملكة المغربية تصدق، بعض المناطق حنا في سلسلة جبال الأطلس كتكون عندنا تساقطات ثلجية والساقع ما تصدقش. ما خالية طولية راها لكان السنة فيها الأمطار، كميات كتكون فيها كمية كبيرة من العسل. انتوما كتشوفوا الخالية كي قلت لكم ماشي بحال هذه دابا، هذه مازال ما قلتهاش. شوفوا الفرق دابا، كي قلت لكم دابا 7 مساء النحل هذه شبه نائمة، شبه نائمة. ما لا لا ي... النحل لا ي... لا يتحرك. شي كنقول لكم انا، ارجعوا الخلايا الى عهدها القديم. ونتمنى لكم تشتركوا معي في القناة مزيد من الفيديوهات. واللي بغى يدير شي اقتراح لي او تعليق مرحبا به، نجاوب اي واحد. انا ما كندير حتى شي حاجه خارج عن نطاق القانون. هادشي اللي كاين ها انتما كتشوفوه. بعض الاشخاص كيقول لنا النحل مريض، لا لا، كاينش النحل مريض. او فاروا كاينه في العالم باسره، فاروا موجوده في العالم باسره، الدبابير موجوده في اي مكان.
دودة الشمع موجودة في أي منطقة من منطقة العالم؟ يلا. الخلايا، غادي أعيدكم هاد الخلايا عندي كلها، غندير لها نفس الخدمة وتشوفوا معي. النحل غادي يعود لنشاط نشاطه. شوفوا معي هادي. هادي مازالت هي على عهدها القديم. أنت النحل شبه نائم، ها قليل قليل كطلع. أنا غادي نرجع للخلية الأخرى وغتشوف شوف الفرق. هاد الشكل شوف النحل ما شاء الله. النحل هانتوما دابا فير كتحاول تدخل ولكن ما تقدرش. دواء دواء الطريقة علاش بدلت هذا المدخل الخالية. وتحياتي تحياتي لكم أينما كنتم، في الخليج، في الشرق الأوسط، في دول المغرب العربي، في اليمن، في المملكة العربية السعودية. تحياتي لكم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.